كل شويه اقول له يلا يا سيد عشان هتعمل انترفيو، اقعد الاقي قدامي واحده ست واقول لهم طب هاتوا لي السي في بتاع الست دي عشان اقراه، الاقيها ست جامده وقويه وبتدير شركات ومحققه سكور، اقول الله احنا عايزين نغير بقى اللفظ بتاع المان باور للايجيبشن باور. ومعانا الاستاذه غاده، اهلا وسهلا يا غاده منورانا. ايه الشطاره والجدعنه، ومش عايز اقول الرجوله بس القوه في اداره شركه من الشركات القويه اللي احنا بنحبها قوي في مصر، شركه بيتي اللي في بيتك وفي بيتي وفي بيتنا كلنا. مظبوط. ايه اللي انتوا عاملينه في الماركت ده الاول؟ دلوقتي احنا رقم واحد في الزبادي، رقم واحد في العصير، والنهارده انا في كرييتيف سامت عشان نكلمكم عن بيتي، وعشان احنا بنشجع الكرياتيفيتي، واحنا عايزين الشباب كلهم يعرفوا عننا، لانه كرييتيف سامت فيه كميه شباب زي ما انت شايف ما شاء الله، ولاد وبنات مصريين، احنا عايزينهم يتعرفوا علينا واحنا عايزين كمان نتعرف عليهم. عشان بيتي توصل ان هي تبقى نمره واحد في مصر، ده اكيد مش صدفه، يعني اكيد وراه شغل وتعب كتير. هل كل اللي بيشتغلوا في الشركه ستات برضه ولا في رجاله؟ لا انت عارف السي او بتاعنا، انت قلت ايوه طبعا مارك، مستر مارك، مارك وايلي. مظبوط. احنا لا انا بهزر، انا عايز اعرف الرياده منين؟ التيم بتاعنا فيه تقريبا الليدرز 40% منهم ستات. 40%. على فكرة أنا إحنا عايزين نلغي كلمة المان باور دي، أنت معايا في الموضوع ده؟ لا إحنا مان وومن، إحنا مع بعض. لا ولا مان وومن بقى، مع بعض. لا لو سمحت يا أستاذة غادة عايزين نلغي كلمة، أنا ما بحبش التفرقة، لا لا حريمي ولا الرجال. لا إحنا هنقول إيجيبشن باور. إيجيبشن باور طبعا. المرة اللي فاتت لما قعدت مع مستر مارك بصراحة ما خدتش راحتي قوي في الكلام، الانترفيو كان سريع، بس هو قال لي إحنا ما عندناش بقرة واحدة، إحنا ما عندناش مزرعة في مصر، ما عندناش مزرعة، إحنا بندعم المزارع. عشان حضرتك تشرب علبة اللبن بتاعت بيتي أو بتاعت المراعي اللي انت بتشربها، أو الزبادي بيتي أو المراعي أو أي حاجة من منتجاتنا، احنا بالمزارع بندعمه، بندعمه بترينينج، بندعمه بمعدات، بندعمه بنجيب له أكسبرت من بره. الدكتور؟ لا بنودي البقر الدكتور، مش بيكشف على ال بنجيب له البقر الدكتور لغاية عنده. اوكي. بندعمه، بنوري له احدث طرق تربية الابقار، ازاي نطلع احسن جودة من الابقار. ايه يا غدا انتوا شغلتوا الناس كلها معاكوا كده؟ يعني انتوا فجأة شغلتوا الناس وبتاخدوا المنتج بتاعهم؟ هما بقى مش احنا بس على فكرة، احنا مش بنحتكر. احنا المزرعة. لا بس دي حاجة كويسة جدا. بندعمها وبنقول لها احنا عايزين منك الكميه الفلانيه، وانت طبعا عندك الحريه تتعاملي مع الكومبيتيشن، ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع. بس انا دوري مش بس دوري ان انا واحده بملى علبه لبن ولا علبه زبادي ولا علبه عصير وناس تشربها، انا دوري ادعم المجتمع اللي انا عايشه فيه، انا عايز ادعم الفلاح المصري، انا عايز ادعم الفارم المصري. انا معلش انا شايف انت دورك اكتر كتير، يعني معلش الفكر اللي انتوا بتفكروا بيه ده يا غادة، انا شايف دي مش مجرد شركة زي ما انت بتقولي بتعبي علب وتبيعها، لا انتوا شغالين دور فيه تنمية مجتمعية يعني بصراحة غير مسبوقة. انا مبسوط جدا وفخور ان انا قاعد قدام حد من كوادر شركة محترمة وراقية، وفعلا هي بتأدي دور كبير دلوقتي في المجتمع. بس بما انك اتكلمت عن دورنا المجتمعي ومرسي لذوقك ومرسي انك متابعنا اولا. طبعا طبعا. انتوا من اهم شركه موجوده في السوق، لازم نتابعكم. ربنا يخليك، ميرسي يا سعيد. انا كمان حابه اكلمكم عن بروجكت مهم قوي عندنا اسمه الكسيب، والبروجكت ده ابتدى بروجكت صغير بخمسه سته كسيبه اللي هم بياعين لينا في مناطق مختلفه في دلتا والصعيد، للنهارده البروجكت ده عمال يكبر يكبر يكبر، بقى عندنا البياعين دول اللي هو الكسيب ده بقى عنده فان واثنين وثلاثه عربيه واثنين وثلاثه، وبيوزع لكم، بيوزع لنا في مناطق مختلفه وبره القاهره، يعني معظم دلتا وصعيد. انتوا لخبطتوا يا جماعه، مين اللي بيفكر في الشركه دي؟ مين اللي بيفكر؟ طبعا التيم كله ما شاء الله عليه، يعني كله فطاحل. بس انتوا شغلتوا الناس كلها معاكم، يعني انتوا عملتوا الافكار، يعني عشان كده بقول التليفون اللي في ايدك ثمنه مش اتصنع ازاي، ثمنه الفكره. ما هي العربيه اللي انت راكبها ثمنها الفكره، بيتي قوتها في الفكره. صح. كل دي افكار التيم، كل دي افكار الشباب المصري اللي معانا في التيم، كل دي افكار ابتدت تغيروا كده. احنا بقى لنا 25 سنه هنا، هي دي بقى اللي يمكن الحاجه اللي الناس مش عارفاها عننا. يا جماعه طول ما عندنا شركه زي شركه بيتي وشركات كتيره ورواد الاعمال اللي انا بقعد معاهم وناس بجد يعني دماغهم قاعده بتفكر طول النهار ازاي تجيب الخير لمصر. السلوجان بتاع الحلقه بتاعت النهارده تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكركم جدا جدا. ميرسي. شكرا.